بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بإذن الله هنبتدي في أول شابتر، وهو الانترودكشن أو مقدمة بسيطة عن الماتلاب. أول حاجة نحب نعرف عن الماتلاب هو الكلمة بتاعته أو معنى الاسم، وهو اختصار لجملة كبيرة اسمها الماتريكس لابوراتوري أو معمل المصفوفات. طيب اشمعنى المصفوفات؟ مصفوفات الكمبيوتر بيتعامل معاها بسهولة جدا، وبيديني نواتج في وقت سريع جدا. طب ايه هي المصفوفات؟ المصفوفات هي مجموعة من الارقام بتتحط بترتيب معين، هنعرفه ان شاء الله لما نخش نتعمق شوية جوه البرنامج. طيب ايه مميزات البرنامج؟ هو بيعتبر من الهاي ليفل لانجويج او من لغات الهاي ليفل، زي ان هو افضل بكتير من لغات تانية زي البيزك والسي، زائد ان هو بيتعامل مع حاجات كتيرة برضك زي الفيكتورز والماتريكس اوبريشنز، وعندي كمان بيتعامل مع الماثيماتيكال بولونوميالز او كسرات الحدود، زائد ان هو بيتعامل برضك مع الكيرف فيتنج او بنعمل بيه كيرف فيتنج والانتربوليشن والنيوميريكال اناليسز، وبرضك بيديني رينج واسع جدا في ان انا اقدر ارسم في التو دايمنشن والثري دايمنشن، واقدر اعدل الرسومات واكتب عليها وزي ما هنشوف ان شاء الله. ودلوقتي نشوف مع بعضينا ازاي نبتدي اول بدأة، وهي ان احنا نشغل البرنامج. الماتلاب ممكن نشغله بطريقتين. اول طريقة زي اي برنامج، الايكون اللي موجود على الديسكتوب عن طريق دبل كليك عليه، او عن طريق الستارت منه، بعدين خش على بروجرامز، وبعدين انزل على ايه ماتلاب، ابتدي يحمل معايا واهو زي ما شايفين فتح معايا واجهة البرنامج، ودي اللي بنسميها كوماند ويندو او الانتر اكتيف ورك سبيس، المنطقة اللي بتخاطب فيها مع البرنامج وبيرد عليا وبكلمه زي بالظبط لما يكون واحد صاحبي بتكلم معاه. ودي من مميزات الايه البرنامج هنا. طيب ازاي اقدر اعمل كلوز؟ عادي خالص برضك عن طريق كروس دوت، او عن طريق قائمة فايل واكسايت ماتلاب. نشوف كده زي ما شفنا خرج منين، من على البرنامج. طيب نحاول مع بعض نشغله من على الديسكتوب، دبل كليك بردك هيحمل بنفس الطريقة. ايوه كده ايه معايا اهو. نبتدي بقى نتعرف على بعض القوائم اللي تهمنا شوية في الشغل. اول حاجة هنا قائمة فايل وفيها نيو، واستخدم منها الام فايل والفيجر، وعندي اوبن لو في حاجة عايز اعمل لها اوبن، وكلوز للكوماند ويندو، وعندي السيف ورك سبيس از، وعندي البرنت، وعندي دي ملفات كانت موجودة كنت شغال فيها قبل كده، والاكسايت ايه ماتلاب. نشوف اديت. اديت هي الاندو والريدو والكات والكوبي والبيست، الحاجات العادية بتاعت الويندوز، والسيلكت اول لو انا كاتب حاجه ورا هنا ولا حاجه عايز اعمل لها سيلكت اول، وعندي فايند، وعندي هنا كلير كوماند ويندو. هنعرف يعني ايه كوماند ويندو دلوقتي، وهنعرف يعني ايه الكوماند هيستوري، وهنعرف يعني ايه الورك سبيس عن طريق قائمه ايه فيو. في قائمه فيو بقى بتعرض لي اول حاجه كوماند ويندو هي اللي معروضه قدامي كده، ممكن تتشال ممكن اجيبها ايه تاني. طيب نشوف بقى الكوماند هيستوري، وديت الصفحه اللي بتبقى متشال فيها جميع البيانات اللي انا كنت شغال فيها بالتاريخ والساعه. ممكن نعمل لها كلوز من هنا، نعمل فيو بردك ونفتح الكارنت دايركتوري، هو الدايركتوري اللي بشيل فيه لفات، وهو دايما بيكون الورك بيبقى موجود على الماتلاب على الروت اللي هو السي، ودي الملفات وانواعها يعني اسم الملف ونوع الملف واخر تعديل في الملف.
برضك نقفل من هنا. طب احنا شفنا حاجه، لاحظنا حاجه ان الكوماند ويندو كانت ظاهر مكتوب اسمها، لما ايه مكتوب اسمها هنا، يبقى دي معناها ان هي دي ايه الكوماند ويندو. ماشي، وعندي برضك الورك سبيس دي اللي فيها بكتب متغيرات، هنا بيظهر اسم المتغير والسايز بتاعه كام في كام، لانه بيحطه في صورة مصفوفة، زائد المساحة او الحجم اللي واخده والكلاس بتاعه كده. خلاص قائمة فيو ما فيش حاجة تاني تهمني فيها دلوقتي. عندي الويب ده خاص بالانترنت، والويندو وهيلب لو عايز تعمل هيلب مع نفسك من هنا. طيب اول حاجة ممكن نتعلمها ايه هي؟ نتعلم مع بعضينا ازاي نعمل هيلب مع نفسينا. اول حاجة ممكن نعملها الديمو. الديمو دوت حاجة مرفقة مع البرنامج بتورينا بعض الامثلة العملية والتطبيقات على ايه اللي بتنف اللي بنقدر نعملها بالبرنامج، وبنكتب الامر ديمو، او كنا ممكن نختاره من هيلب ديموز. هيفتح معايا ودوت ماليش دعوه بيه انا، يعني انا مش هخش فيه او مش هتكلم فيه، سايبهولك انت ايه تبص فيه، هتلاقي نفسك هتعرف لوحدك شويه حاجات زائد بالاضافه اللي احنا ايه اللي احنا نقوله مع بعضينا. بردك ممكن عن طريق الامر دوت هيديني بردك نفس النتيجه اهوت. طب في امر تاني اسمه هيلب، هيلب هيديني قائمه كبيره جدا للهيلب في الماتلاب، بردك انا ماليش دعوه بيها، عايز تقراها اقراها مش مشكله. طيب عايزين نمسح بقى كل اللي احنا كتبناه دوت، نمسحه ازاي؟ اما عن طريق edit واعمل له كلير ايه الكوماند ويندو فاكرين، او عن طريق امر اسمه clc هنعرفه لما نكتب حاجه على الشاشه ويبقى نمسحها مع بعضينا. مع بعض دلوقتي ان احنا ازاي نتعامل مع البرنامج. اول حاجه اتعلمها نتعلم كأننا بنتعامل بالظبط مع آلة حاسبة بس كبيرة شوية. فمثلا لو قلت له الـ A ده متغير بيساوي 2، يعني مسكت الرقم 2 ده حجزته في مكان اسمه ايه، دوست انتر، نلاحظ رد عليا ازاي في الماتلاب، بيرد بيحط هنا الفاريبل ويكتب تحتيه القيمة بتاعته. طيب افرض دخلت الـ A ومش عايزه يرد عليا، طبعا على فكرة انا طلعت بالسهم فوق جبت الامر اللي كان موجود قبليه، وتحت تحت وفوق بالاسهم بيغير بالاوامر انت كتبتها قبل كده. فانا عندي ايه بتساوي 2 مش عايزه تظهر، اقول له ايه سيمي كول. طيب هل هي اتشالت؟ لا موجوده بس لو جيت طلبتها منه اهو. طب ندخل البي كده ونحط لها سيمي كول ونسميها 3 مثلا، ونيجي نقول لهم ايه اجمع لي ايه البي والاي، اقول له مثلا السي انا كده حطيته في متغير، السي بيساوي الاي زائد البي، حط سيمي كولون مش لازم سي بتساوي 5. طب افرض كتبت ايه زائد بي على طول من غير السي، ايه اللي يحصل؟ متلاقي في ميزه هنا ان هو لما اديله حاجه مش حاطه له متغير، هو بيحطها في متغير افتراضي منين؟ من عنده هو، واسمه ايه؟ انصر. طيب لو جيت قلت له بقى عايز اعمل عمليه طرح الاي ناقص البي، طبعا انا هنا دي غلطه، ناقص البي بسالب ايه؟ بسالب 1. طب دلوقتي انا عندي 2 انصر، يعني في متغيرين اسمهم انصر، لو انا جيت عملت ريكول او استدعاء لاي واحد منهم انهي اللي هيجي لي فيهم، الخمسه ولا السالب 1؟ اكيد طبعا ايه؟ السالب 1. طب نشوف كده انصر، طب ليه السالب 1؟ لان هو اخر قيمه اتخزنت هنا. طب احنا دلوقتي كنا مخزنين في الايه 2 والبي كنا مخزنين فيها 3، لو جيت تحت هنا اهوت وكتبت ان البي بتساوي 2 مثلا مش 3، ايه اللي هيحصل؟ خلاص تخزن فيها الرقم الجديد. يبقى لازم نخلي بالنا ان اخر رقم في المتغير هو اللي بيبان لما استدعي ايه المتغير بتاعي. طب نعمل عمليه ايه ضرب، نقول مثلا اف بيساوي الضرب بتاعي اللي هو الاي شيفت 8 اللي هي الاستريك في الايه في البي يديني 6. طب نعمل عمليه اسمه، بس بلاش الارقام اللي عندنا ديت، نشوف ارقام تانية لان القسمة فيها حتة عايزين نشوفها. لو قلنا مثلا ان الجي بيساوي
144. قبل ما نكتب هنا علامة القسمة لازم نعرف ان في علامتين قسمة، اما السلاش واما الباك سلاش. السلاش اللي هي مايلة ناحية اليمين والباك سلاش بتميل ناحية الشمال، ايه الفرق بينهم؟ نشوف نعمل بالايه بالسلاش كده. طبعا ايه 144 على 12 كلنا عارفين هي بتساوي 12. طب افرض خليتها بالباك سلاش ايه اللي هيحصل؟ حط كده الباك سلاش اللي هي مايلة ناحية الشمال، لاحظ ان هو هيقسم لي المقام على البسط، ولازم ناخد بالنا كويس من الحتة ديت. طيب دلوقتي انا قلنا ان احنا مسحنا الشاشة قبل كده منين؟ من edit clear command window، ماشي. طب افرض انا عايز امسح من هنا بامر، ايه هو الامر؟ في امرين، امر بيمسح المتغيرات. يعني ايه امسح متغيرات؟ يعني لو جيت سديت متغير مش هيجي لي اللي كان موجود فيه، وامر بيمسح الشاشة كلها من الحاجات اللي فيها بس متغيرات موجودة زي ما هي. طب تيجي كده نشوف الامر اللي يمسح الشاشة كلها اللي هو CLC، مسح ايه الشاشة. طب تيجي نستدعي كده مثلا ايه والبي كله جه اهو والسي موجودين كلهم. طب افرض انا مش عايز دول يظهروا بقى خلاص، عايز الغيهم خالص عشان ادخل متغيرات جديدة، بقى بكتب امر اسمه كلير. كلير ده بيعمل ايه؟ بيمسح القيم اللي موجودة في الاماكن المحجوزة اللي هي ما زي الاي والبي والسي اللي هي الفاريبل. طيب شوف كده الاي مش موجود، طب البي undefined نفس النظام، هتلاقي ايه السي. نجرب بقى السي ال سي كده، مسح ايه الشاشة كلها. برضو نحب ان احنا نتكلم عن حاجة تانية وهي ايه اسامي المتغيرات. ازاي احط اسم متغير؟ هو بيقبل اي اسم لغاية 19 حرف او 19 مكان. يعني اكتب كده 19 ايه كاركتر، بس اهم حاجة انه ما يكونوش بيبتدوا برقم، ما يبتديش بايه برقم. فلو جيت مثلا كتبت له كده 1 ايه بيساوي مثلا 5، في هنا غلط. طب لو خليتها له ايه 1 ايه اللي هيحصل؟ كل حاجة نجربها ونشوفها. قال لي ان الاي 1 بيساوي 5. طيب الاي سمول غير الاي كابيتال، يعني قلت له اي كابيتال 1 استدعيتها مش موجودة لانها مش هي الاي 1 اللي فوق. يبقى هو حساس جدا بالنسبة للحروف، ولازم يكون الفاريابل اوله حرف مش رقم. زائد ان انت ممكن تعمل المتغير دوت اسمه من 19 حرف، يبقى كده اتاح لي ايه مجال كبير جدا، ممكن اعمل برنامج ضخم مفيش مشكله. يعني 19 حرف وشوف حروف اللغه الانجليزيه قد ايه، وبزائد ان انت ممكن تدخل ارقام في النص كمان، فمفيش اي مشكله. بالاضافه بقى لقاعده التسميه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، تسميه المتغيرات، في عندي بعض الاسامي او بعض الفاريابل محجوزه مخصوص جوه الماتلاب لحاجات تانية. اول حاجه اللي هي الانسر بتتحجز للاجابه الافتراضيه بالاجابه اللي هي ملهاش فاريبل، يعني اجابه ملهاش فاريبل يحط ايه فيها، او يعني الاجابه دي ملهاش فاريبل يحطها في انسر. عندي برضك الباي، فاكرين الباي اللي هي 22 على 7 في الرياضه، محجوزه عنده كده. شوفها هي 3.14 من 100 اللي كنا اللي هي حاصل اسم 22 على 7. عندي برضك الابس اللي هي الابسلون اللي هو رقم الصغير جدا اللي هو كان كام، 2.2 في 10 اس سالب 16. فبشوف كده يكتبه لي ازاي ابس، بص ادالي ايه 2.2204 اي سالب 16. ايه معنى اي سالب 16؟ اي سالب 16 دي يعني 10 اس سالب 16، يعني الرقم دوت 2.2204 في 10 اس سالب كام 16. عندي بردك لما يكون قاسم صفر على صفر، هو حجزه عنده بردك بقيمة، يعني قلت صفر على صفر المفروض يدي ايه؟ اهو شوف not a number warning divide by zero، خلاص. بس اداني الانسر not a number، لكن لو كان رقم على زيرو عادي كان هيديني ايه؟ شوف كده لو رقم على زيرو مثلا قلنا 9 على 0 اللي يحصل يديني انفينيتي، بس برضك بيقول لي تحذير ان انت بتقسم على الزيرو، فتخلي بالك. يبقى كده خدنا بالنا
يبقى الانفينيتي محجوزة للانفينيتي اللي هي الملا نهايه، وان اي ان محجوزة لايه؟ نوت ا نمبر، يعني دوت مش رقم، يعني انت قاسم صفر على صفر. في برضك الكومبلكس اوبريتور اللي هو الاي او الجي في الرياضة، اللي هو اللي بتاع الاعداد التخيلية. وكانت الاي بتساوي جذر سالب واحد، جذر سالب واحد. يعني لو جيت قلت له مثلا ايه بتساوي، هنكتب دالة كده او امر هيعرفه بعدين، سكوير روت اوف سالب واحد. شوف كده النتيجة، يعني بجيب الجذر التربيعي لسالب واحد يديني ايه؟ اداني واحد اي، يبقى معنى كده ان هو بيقدر يتعامل مع الكومبلكس، تجمع تضرب تطرح تعمل كل حاجه، تجيب زوايا تحول لريال وايماجينري، تعمل في الشكل اللي هو ماجنيتيود وزاويه، بيتعامل مع كله. طيب لو كتبت له مثلا رقم ايماجينري كده، قلت له مثلا بي بتساوي واحد زائد تمانية، اكتب له اي ولا جي؟ اكتب له جي، هيرد عليا ويحط لي بدل الجي اي. طب لو كتبته له بالاي برضك هياخدها برضك ايه؟ اي. يبقى هي اساسا عنده اي، بس هو بيفهم الجي برضك، بيفهم الجي. طب ممكن انا اجمع الرقمين؟ ممكن اقول له ايه زائد بي، شوف كده ايه زائد بي، مفيش اي مشكله، هيجمعهم مع بعضيهم، ممكن يضربهم في بعضيهم، اقسم عادي خالص. طب تعالوا كده نشوف مع بعضينا شويه الاوامر بتاعت الكومبلكس، زي مثلا اول حاجه الابسليوت او الماجنيتيود بتاعنا اللي هو الجذر التربيعي للحقيقي زائد الجذر التربيعي، يعني الجذر التربيعي لمجموع مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي. طيب نشوف كده عندي الرقم زي مثلا الاي، عايز اجيب له الابسليوت، اكتب كده مثلا اس بتساوي ابسل اب اس اوف اي، عارفين طبعا النتيجه كلنا تطلع كام؟ تطلع واحد. طيب ممكن اجيب له الفيز انجل بتاعته، طب ازاي؟ عن طريق امر انجل، اقول له دي بيساوي انجل اوف الايه، هيديها لي بالرقم ده. بس نخلي بالنا في حاجه هنعرفها كمان شويه، او هنتعرف عليها قوي في الدوال المثلثيه، ان هو بيتعامل مع التقدير الدائري، يعني الزاويه اللي طالعه دي بالراديان. طب عايز اجيبها بالستين بعمل ايه؟ او بالديجري، كلنا عارفين بضرب في 180 على باي. طب نضرب كده في 180 على باي، تعالى كده طبعا الدي موجودة عندي، احط بقى احط ايه اضربها في 180 على باي، في 180 على الباي، عارفين محجوزة الباي ديت بكام؟ ب22/7، يديني ان هي زاويتها 90 درجة، طبعا باينة جدا من الرقم والايه والزاوية، ان الزاوية تطلع الرقم دوت يعني. طيب كلنا شايفين كده الرقم بي اهو، تعالى نجيبه تحت نستدعيه عشان نعمل شوية ايه عمليات. شوف كده بقى البي، ها اداني البي اهو، عايزين بقى نجيب الكونجكت بتاعه المرافق، اكتبها ازاي؟ مثلا في بيساوي كونج اوف البي، عارفين هيديني ايه طبعا، شيل الزائد ويديني ايه السالب مكانها. طب اقدر اجيب الايماجينري بارت والريال بارت؟ ممكن، تعالى كده نشوف، شيل الكونج نكتب ايماج، دي عايز الايماجينري بارت، نشوف كده اداني كام، شايفين ان هي 8، بس 8 جابها للبي، يعني تخيل بالك يعني ممكن تكون فاكر انها المفروض تطلع سالب 8 عشان اخر حاجه تطلع سالب 8، لا احنا جايبينها للبي، لكن الفي هي الكونجكت بتاع البي. طيب يعني لو جيت قلت له حطيت بدل الفي دي مثلا اي حاجه تانية، وجيت انا حطيت الفي جوه هنا،
هيديني ايه؟ هيديني سالب 8. طب لو عايز اجيب الريال بارت، شوف كده نكتب ايه، الريال بارت، الريال يديني كام؟ 1. طب لو عايز اجيب يعني كده خلاص تقريبا الايه الحاجات المهمة قوي، يعني نشوف حاجة تانية.